نعم. فضيلة الشيخ محمد غفر الله لك ورفع درجتك، قد عزمت على الحج هذا العام إن شاء الله تعالى، فقد اعتمرت في شهر شوال ورجعت للرياض، فهل لي أن أحج مفردا بدون إحرام من الميقات، وإنما أحرم من في ميناء يوم التروية أثابكم الله؟ إذا كان هذا الرجل يريد أن يسافر من الرياض إلى مكة في اليوم الثامن مثلا أو السابع، فإنه يلزمه أن يحرم من الميقات بحج ويبقى على إحرامه إلى أن يحل منه يوم العيد. وأما إذا كان سيسافر إلى مكة متقدما فإنه إن شاء أن يحرم من الميقات ويبقى إلى يوم العيد فليفعل، لكن هذا فيه مشقة، ولكنه يحرم بالعمرة من الميقات، وإذا قدم مكة طاف وسعى وقصر ثم لبس ثيابه وأحرم بالحج في اليوم الثامن.